السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات التعليمية الخاصة بقناة تعلم مع محمد قاسم. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن طريقة تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب عن طريق الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنك تستطيع أن تتحدث ويقوم الجهاز الكمبيوتر بكتابة ما تنطقه بدون أن تكتب على لوحة المفاتيح، وبعد ذلك ثم سوف نقوم بتحويل هذا النص المسموع المنطوق إلى نص مسموع بصوت احترافي باستخدام الذكاء الاصطناعي. في البداية نذهب إلى جوجل ونكتب detection.io ونختار الموقع الأول، سوف يفتح لنا بهذا الشكل، نختار الاختيار هذا، سوف يفتح لنا هذا الموقع، نقوم بالتحدث من كلمة إصدار، فقد قمت بتجربة قبل ذلك، أقوم بالمسح هنا، سوف نجرب هذا الموقع بتحويل النص المنطوق إلى كتابة. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية تعلم مع محمد قاسم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك نضغط على كلمة ستوب، سوف يتحول لنا النص المكتوب هنا في الجزء الأعلى، نستطيع أن نأخذه نسخ ونضعه في المكان الذي نريده لصق بدون أن نتعب أو نتحمل مشاق الكتابة على الكيبورد. في الموقع الثاني إن شاء الله هنتعلم تحويل النص المكتوب إلى نص صوتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. نذهب إلى متصفح جوجل ونكتب TTS، رقم التحويل إلى اللغة الإنجليزية TTS mp3.net وليس .com .net. هذا هو .net وليس .com، نقوم بالضغط عليه هنا، نقوم بوضع الكتابة ويقوم بقراءتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. لو وضعنا ما قمنا بكتابته سابقا ونختار هنا اللغة العربية، فهو يعطينا من 141 إلى 250 حرف استخدام. نقوم ب Comfort Speech، تحويل إلى صوت، سوف يقوم بتحويله إلى صوت كما ترون. نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية مع محمد قاسم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما استمعتم قام بتحويل النص المكتوب إلى صوت، ونستطيع تحميله من هذه الأيقونة داونلود mp3. كده نكون انتهينا من فيديو، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.